هي 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 قبل ما قبل حضرتك تقفل في الفيديو وتتعصب وتتكلم على ان يا جماعه العنوان مش العنوان، معلش كل القنوات الصغيره بتكتب العناوين دي علشان خاطر حضرتك تخش تتفرج على الفيديو، علشان خاطر احنا لسه مش قنوات كبيره فما عندناش متابعين مستنيين اي فيديو بالنسبه لنا ينزل، فعشان كده احنا بنكتب العنوان بالطريقه اللي حضرتك شفتها دي. بص يا صديقي، في البدايه مش تخسر اي حاجه لو دعمت اخوك، لسه قناه صغيره مش تخسر حاجه لو عملت لايك او عملت سبسكرايب والكلام اللي انت عارفه ده. بص لو انت بتدور على ملخص بجد فمعلش يعني ملخص اللي هندور عليه ده، اساسا الشوط الاول كان شوط سيء جدا هجوميا والشوط الثاني كمان سايد جيم، واساسا يعني وان سايد جيم والزمالك مش مضيع غير ضربات ركنيه، فهتقعد تدور على ملخص ايه اللي انت عايز تتفرج عليه وزعلان عشان خاطر انت مش هتتفرج عليه عندي، ف بالراحه بس بالراحه. الف مبروك علشان الزمالك كسب، والف مبروك على الثلاث نقط. هارد لك على الفرجاني احتمال ما لعبش الماتش الجاي، وهارد لك على طارق مش هيلعب الماتش الجاي، وربنا يكون في عونك بصراحه لان خط نصك هيكون فيه محمد حسن، واحتمال كمان يكون معاهم احمد سيد زيزو، واحتمال كمان تلاقي قدام يوسف اوباما اللي هو صباح الفل راح العب بيراميدز بالثلاثه دول، اللي هو كابتن يوسف اوباما لسه فيها اعتراضات كتير قوي على اللي بيقدمه. يعني مجمل اداء يوسف اوباما في المباريات ما تعرفش الراجل بيلعب، يعني هو صنع العاب ولا هو بيعمل ايه بالظبط، ولا يعني هو بيحاول يروح على الاطراف ولا ايه الدنيا؟ مش شرط الراجل ممكن يكون عامل اداء سيء في ماتش بس ماتشات تانيه بيكون كويس. وفي المجمل لو قعدنا نتكلم على اداء للزمالك سواء سيء او كان غير سيء، لازم نسال نفسنا سؤال، هل من العدل والطبيعي والمنطقي انك تقعد تحاسب كل الفرق على ماتشات كل 3 ايام ان الفرق لازم تكون زوره جوه الملعب ولازم تعمل كل الاداء اللي انت بتحلم بيه، شواطات وعرضيات وتصويبات من بعيد وواحد على واحد بيعدوا، هل ده طبيعي انك تسال وتطلب كل الكلام ده في ماتش كل 3 ايام؟ بالراحه برضو قبل ما تطلب ان انت تتفرج على ماتشات على نادي الزمالك لازم تسال نفسك، هو الوقت اللي نادي الزمالك بيلعب فيه جدول مضغوط هو الاهلي او اي انديه انت بتشجعها، ينفع ان انا اطلب من لعيبه يعملوا حاجات غير طبيعيه للاعب العادي؟ حتى في انجلترا لما كان في ضغط مباريات كان الاداء سيء، اسبانيا نفس الكلام، العالم كله ضغط مباريات كان الاداء سيء، فازاي هتيجي هنا على الاهلي والزمالك وتقف على كالترون او فايلر على الواحده؟ طبيعي ان الماتشات تكون فيها اداء سيء، وطبيعي ان فرق زي ام بتلعب شوط اول ممتاز جدا وشوط ثاني تلاقي اللعيبه بدنيا ارهقوا وبدنيا بداوا يتعبوا وبدا يسيبوا الكره للزمالك، ما فيهاش اي حاجه ولا فيها اي جدال تقعد تتكلم عليه ولا فيها اي نبض المدرب على طريقه لعب ولا فيها اي حاجه، احنا في وضع استثنائي فطبيعي ان الاداء اللي موجود يكون سيء نوعا ما، انما اللي مش طبيعي انك تقعد تركز كل مباراه على اداء كذا واداء كذا، غير بصراحه اداء فرجاني واداء اوباما اللي نقعد نتكلم فيهم، لان انت بتحس ان في لعيبه تلعب بالشوكه والسكينه على قدر ما هي مش جاهزه بدنيا وعلى قد ما هي مرهقه، وهم بتحس ان في دلع في ادائهم جوه الملعب وان الموضوع مش متعلق بضغط مبارياتهم متعلق باي حاجه، علشان كده بنتكلم على الناس دي ان هي بتقدم اداء غير طبيعي ومجهود غير طبيعي، لان احنا بنحس ان هي بتدلع اكتر ما هي بتحاول ان هي تلعب كوره، علشان كده بننقدهم نوعا ما. انما احمد سيد زيزو الراجل بيعمل اللي عليه، حتى لو بيفكر ان هو يعدي واحد على واحد والموضوع مش بتاعه، حتى لو بيفكر ان هو يبقى اناني، حتى لو بيفكر ان هو يتعامل معامله نجوم صف اول في الزمالك، عادي طبيعي جدا ان اللاعب يكون عنده احلام زي دي. بس مش طبيعي برضه التغيير بتاع كالدرون ان انت تطلع مصطفى محمد وتحط بن شرقي فيرود وتحط كاسونجو ناحيه الشمال، حكايه مش طبيعيه تماما. ربنا سترها ان الزمالك جاب جون من الضربه الثابته يقدر ينشي يخلص بقى المباراه. غير كده كنت هتسال نفسك سؤال، هو التغيير ده بناء على ايه؟ معلش مصطفى محمد حتى لو برجل واحده هو احسن بكتير قوي من اي حد ينفع يلعب بمركز تسعه في الزمالك، لان مركز تسعه كمان انت نازل كاسونجو هاف شمال، وقعدنا نتكلم في الموضوع ده 7000 مره، اللي هو مين اقنعك ان كاسونجو ينفع يلعب بهاف شمال اساسا؟ يعني كاسونجو عنده مشاكل كتير قوي، وبرده طالما انت شايف احمد سيد زيزو في المرحله اللي احنا بنتكلم فيها دي ما تبدا بوناجم يا اخي، وناجم عمل ماتش الاهلي كويس ومفترض ان انت كنت تبدا بيه الماتش اللي بعديه، فكانت في مشكله ان انت بدات بنجم ونجم معلش برده الراجل بيعمل كروسات ممتازه، الراجل بيقدر يعدي واحد على واحد، الراجل بدا يجي منه نوعا ما المستوى اللي كنت منتظره بعد اعلان سابكو تونجم، فالراجل خلاص بدا يدي، فما ينفعش انك تفضل معاه احتياطي. دي الحاجات الواحد كان عايز يتكلم عليها، كابتن حلمي طولان وانبي عملوا شوط اول ممتاز، الاعتماد على انطلاقات محمد شريف ونفس اللعبه اللي كانوا بيلعبها لها كابتن حلمي، الدور الاول حاول يلعبها الدور الثاني بس ما لحقتش غير بكورتين بس، وطلعوا اوفسايداتها على محمد شريف، ولما غير محمد شريف ونزل احمد علي بان ان موضوع ان انت بتعتمد على لاعب شاب بيجري اكتر ما هو موضوع خطه وموضوع ثبات في الملعب واداء والكلام ده، ان حتى التغييرات اللي كابتن حلمي عملها ما فادتش الفريق باي حاجه، لان الفريق كان ارهق تماما كان ضاع تماما، حتى الشوط الاول وهم واقفين على رجلهم كان لعبه واحده بس اللي عملها محمد شريف في العمق، غير كده ايمي ما كانش عنده اي وجود هجومي، عملوا شوط اول منظم، شوط ثاني سابوا الكره للزمالك، ولما سابوا الكره للزمالك الزمالك عمل فرص كتير بس كالعاده يعني في عك في مشاكل، بس احنا قعدنا نقول ما فيهاش اي حاجه، دول 3 ايام كل 3 ايام ماتش، ما فيش اي حاجه انك تقعد تتكلم على اي حاجه، طب ما تركز مع اوباما، ركز مع اوباما هتتعب، الموضوع ما تفهمش بالنسبه له، يعني الفرقه بتلعب 4 2 3 1 ولا بنلعب 4 2 1 3، اوباما بيلعب تحت الثلاثه اللي اوباما برنس ما تفهموش،
وسبحان الله يا اخي في لقطات كان بيبقى اوباما فيها فروت رقم 9 وكان بينزل بن شرقي يستلم بعد ما غير مصطفى محمد. والله العظيم ربنا نصف كالترون ان هو بعد التغييره دي جاب جون، لان التغييره دي كانت تغييره حاجات كتير قوي تقعد تتكلم فيها في الكوره لو حبيت تتكلم على التغييره دي. ولو انت ما كملتش الفيديو معايا لحد دلوقتي فحقك. ماتش كان ممل وكل حاجه في الدوري المصري بقت ممله، واحنا قاعد نقول مين يا جماعه اللي رجع الدوري ده وكل 3 ايام ماتش وما ينفعش الحكي اللي احنا بنشوفه ده، سنعمل ايه؟ معلش مكتوب لنا ان احنا هنفضل نجلد ذاتنا وقت طويل جدا واحنا بنتفرج على الدوري المصري بدون اي هدف بدون اي تارجت سواء. يلا بس صراحه يعني وقع الزمالك قدام المقاولين خلانا نشوف في تحدي نوعا ما اللي هو الزمالك وبيراميدز، ومنتظر ان احنا نلاقي الزمالك قدر يكسب بيراميدز لان الزمالك من الماتشات الكبيره بيعرف يلعبها، من الماتشات الضعيفه نوعا ما الزمالك بيتوه فيها. اتمنى ان الزمالك يكون على قدر المستطاع ويكسب انبي ويخلص موضوع المركز الثاني ده بدري بدري عشان خاطر نتكلم في الكوره براحتنا، علشان طول ما الموضوع معلق كده كلام مش هيبقى مسموح. لو انت لسه زعلان على موضوع العنوان ممكن تكبر القناه وتعمل سبسكرايب بشيب ولا حرام يعني.